هالأسبوع كان مليء بالمفاجآت والأحداث بعالم اليوتيوب. صفر فراق لقاءات بكاء تصريحات خلاف ومفاجآت كثيرة. لا انت كذاب انت كذاب انت كذاب كثير عم حاولوا الناس عم يقولوا انه انا نشرت شيء انه ميلا مريضة. بداية من أسو واللي منعت من السفر وللمرة الثانية على التوالي لدبي، فكان من المفترض أنها راح تسافر مع أختها مريم، ولكن مع الأسف شاءت الأقدار أنه مريم فقط هي اللي راح تتمكن من زيارة دبي هالمرة. فبعد ما وصلت لدبي تمكنت من لقاء كل من موها وجود ولوفان، ووثقوا لقائهم بمجموعة من الصور والفيديوهات والستوريهات على انستغرام. ومن بين اللقاءات اللي كانت كمان هالأسبوع كان لقاء كل من ياسو تي في وريدر باليوتيوبر وعضوة فريق فافا نابولي سابقا حالة تي في، ووثقوا لقائهم بمجموعة من الستوريهات على انستغرام، وأعلنوا عن تحضيرهم لمفاجآت جديدة وعلقوا بي رح يبلش الجد. انت ما تشبعين وانت ما تشبعين. وبالحديث عن فريق فافا نابولي، فانصدم جمهور الفريق من آخر تصريح لماريانا غريب وبيسان بآخر فيديو على قناة ماريانا اللي كان موضوعه مع أو ضد، من بعد ما أجابت على سؤال يخص خروج طبنجة من الفريق، وصرح طبنجة بعد نزول الفيديو أنه رح يشرح كل شيء بفيديو قادم بقناته على يوتيوب. فهل برأيكم أنه طبنجة رح يترك الفريق نهائياً؟ ولنبقى في أجواء الفراق، فصدم أنس الشايب المتابعين بفيديو نزله على انستغرام صرح فيه أنه رح يغادر دبي وينتقل للأردن لمشاكل خاصة، وانهارت بيسان من البكاء بهذا الفيديو من بعد ما خبرها بهالشي. إلا أنه بعد ساعة نزل أنس الفيديو كاملا على قناته على يوتيوب، واكتشف الجمهور أنه كان مجرد مقلب ببيسان فقط. أما باريش دادا فقرر الخروج عن صمته والحديث عن مشكلته مع نورمار بعد سنة كاملة من الخلاف بتنزيله لفيديو على يوتيوب صرح فيه كل اللي صار بيناتهم من وجهة نظره. فهل برأيكم أنه رح يلاقي رد من نورمار؟ وهل رح يحلوا المشكلة اللي بيناتهم من بعد خلاف دام سنة؟ لا أنت كذاب أنت كذاب أنت كذاب، كتير جالي رسالات أنه أنا كذاب. من بعد ما صارت كل من نارين وسيدرا وشيرين بدبي قبل أيام، التحقت أم نارين بالبنات وشاركت نارين ستوريهات بعد وصولها. أوكي جايز، طالعين أنا وماما رايحين نكزدر، معنا سيارة الرينج. أما شيرو ومن بعد ما غاب عدة أيام عن يوتيوب والسوشيال ميديا عامة، فشارك ستوري خبر فيها المتابعين أنه مرضان شوي ورح يرجع قريبا جدا. يا جماعة صباح الخير، يعني ما في هيك حظ بالدنيا ابدا انه بيوم عيد ميلادي امرض، ما حسنت انام غير ساعتين ساعة ووضع كثير متأزم، بس الحمد لله يعني انا منيح ما تاكلوها، بس بدي لكم ما توخصوني على التقصير. وبالحديث عن المرض، فطلعت اشاعات هالاسبوع بشكل كتير كبير زعم فيها البعض عن مرض ميلا بنت انس واصالة، فاختار انس تكذيب هذا الخبر بهالستوري على انستغرام. عم تجيني رسائل كتير، عم حاولوا الناس عم يقولوا ان انا نشرت شيء انه ميلا مريضة، ميلا مو مريضة، ميلا تمام الحمد لله، وفي اخبار كتير حلوة كمان، فكله كذب وما الله يسامحه اللي بلشها، ولكن كذب واشاعات وغلط ما صار. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.